بيبدأ فيلمنا النهاردة مع هاري، وده كان شغال هجام وبيسرق بيوت، بس كان عنده مبادئ زي مثلا انه مش بيسرق بيوت الفقراء. وفي يوم كان قاعد في البيت وبتيجي لانا صديقته، وكان بيشرب خمرة وبتشيل ازايز الخمرة وبتسأله على اسم السمكة، وبيقولها ان اسمها على اسم الاكس بتاعته، وبتسأله عن السمكة دي وبيقولها انه سرقها من بيت هو وابن عمه كريس، وبعد كده بيعملوا علاقة مع بعض، وبعد كده بيتخانقوا مع بعض وبتنفصل عنه، وهو اصلا كان عايز كده عشان يخلص منها، وبعد كده بيشرب مخدرات. وفي يوم كان هاري بيحضر لسرقة جديدة وبيستنوا صاحب البيت لما بيخرج، وبيدخلوا البيت لأنهم شافوا الباسورد بتاع البوابة، وكريس بيدخل يفك جهاز، وهاري بيدخل يعمل زي الناس، بس صاحب البيت بيجي وبيقفش كريس، بس بيجري منه وصاحب البيت بيزنقه، وهاري بيحس إن في حاجة غريبة وبينزل، وصاحب البيت بيقفش كريس، بس بيجي هاري وبيضرب صاحب البيت وبيجروا. وبعدها كريس بيقوله إنهم لازم يبطلوا سرقة، بس هاري بيقوله إنه مش هيبطل سرقة. وبعد كده بيروح هاري عملية سرقة لوحده، وبيفتح البوابة وبيركن العربية وبيدخل يقشط البيت على مهله، وبيدخل يعمل حمام، وبيتخض لما بيلاقي بنت قاعدة في البانيو وبيقولها انت مين، وبتقوله انا اللي المفروض اسألك، بس بيبقى واضح ان البنت دي مش فارق معاها حاجة، وبيشوف جنبها ادوية وكانت عايزة تنتحر، بس الحبوب بتطلع حبوب اسهال، وبنعرف ان اسمها ديزي، وبتدور على حبوب ينفع تقتلها، وهاري بيدور معاها وبتلاقي ادوية وبتاخدها، وبتقول لهاري اطلع واقفل الباب وراك، وبيطلع هاري من البيت وبيركب عربيته، بس بعد شوية بيحس بالذنب وبيرجع لديزي وبيخليها ترجع الحبوب، وبياخدها نايمة في سريرها، وبيحس بالملل وبيلعب فيديو جيمز، وبيقرر ان يرجع المسروقات اللي سرقها، وبيقعد يتفرج على التلفزيون، وبتصحى ديزي وبتقعد تتفرج على التلفزيون وهو مطفي، وبيقول انها مش طبيعية، وبيعمل لها عشاء، وبيسألها على الشاب اللي كان معاها في البيت من يومين، وبتقوله انت عرفت منين، وبيقولها انه كان مراقب البيت قبل ما يسرقه، وبتقوله ان ده بيتر، ده خطيبها، بس هو انفصل عنها، وبيحط ملح كتير، وبتقوله ان ده مضر على الصحة، وبيقولها الملح مضر والانتحار مش مضر يعني، وبيقعد ياكل، وهي بتتصل ببيتر وبتتحايل عليه علشان يرجع ليها، لكنه بيرفض، حششوا مع بعض، وبعد كده بتقوله انها هتنتحر، وهو بيفضل لازق ليها عشان ما تموتش نفسها. وبعد كده بتتفرج على التلفزيون معاه، وتاني يوم بيعمل لها نسكافيه، وديزي اول ما بتصحى بتكلم بيتر ومش بيرد عليها، وهاري بيقول لها مفيش كرامة خالص، وبتقول له انت مالك يا عم انا عايز انتحر، وبيقول لها خلاص نتعشوا مع بعض وبعدين انتحري براحتك، وهي بتوافق، وبيقول لها فين اللحمة، وبتقول له ان بيتر نباتي، وبيخرجوا على موتوسيكل بيتر وبيشتروا لحمة، وبيحضر هاري العشاء، وبيقول لديزي تلبس فستان عشان تحضر معاه العشاء الرومانسي، وديزي بتلبس فستان حاجة صاروخ، وهاري بينبهر بيها وبيقول لها كلام حلو، وبيقول لها ليه عايزة تنتحر، وبتقول له عشان بيتر يحس بالندم، وبيرقصوا مع بعض وبيلعبوا بعربية لعبة، وبعد كده بيشيلها هاري وبينطوا في البسين، والشرطة بتيجي البيت بسبب الدوشة، وبيطلع هاري وديزي بتيجي تقول للشرطة ان النهاردة عيد جوازهم، وبيفرح بيها هاري وبتقول له انها هتنتحر، وبتقول له انها بتحب بيتر، وبتطرد هاري وبيركب عربيته، بس بتيجي تيزي تقف قدام العربية وبتقول له يعني انت ماشي وبتتخلى عني، ولا انت مجنونة يا بنتي انت اللي طردتيني، وبتتعصب عليه، وبيمشي هاري، وبيروح هاري ببنزينة بس بيقلع على ديزي لانها ممكن تنتحر تاني، وبيروح البيت وديزي كانت نطت في البسين، وبينط وراها هاري وبيعمل لها تنفس صناعي وبينقذها، وبيدخلها السرير، وهي بتقول له ان بيتر كان متعود ان ينامها، وهو بيدخل يقعد جنبها وبينام هو، وبعد كده بتصحيه وبتقول له انا بيتر وحشني، وبيقول لها ابوكي لابو بيتر، وبيرقصوا مع بعض وبيعملوا مع بعض علاقه، ولما بيصحى هاري بيلاقي اتنين في البيت، وبتطلع ديزي وتقول لهاري ان ده بيتر وهو خانها مع صاحبتها دي، وهاري بياخد التليفون من بيتر وبيقول لديزي تشتمهم وتاخد حقها، وديزي بتنطلق وبتقعد تشتم فيهم، وبعد كده بتركب العربيه مع هاري وبتروح على بيته وهي مبسوطه، وبيقضوا حياتهم مع بعض، والفيلم بيخلص على كده.